السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. خاطر حبايبي الكرام، من جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، يلا بينا مع بعض نفطم الأرانب مولودة يوم 29 11 ماشي. والنهاردة يا جماعة 29/11 والنهاردة 6/1/6/1، يبقى كده تقريبا حركة 37 يوم أو 36 يوم. إن شاء الله يا جماعة هنبدأ نشوف الأرانب مع بعض تمام، ونقدر نفطمها مع بعض يا جماعة، نعرف وزنها قد إيه بالظبط. يلا بينا مع بعض يا مهندمين، تعالى. بسم الله ما شاء الله يا شباب، آدي الخلفة بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله، حاجات جميله جدا اهيت ما شاء الله. طب يلا نرميها مع بعض بقى، نحطهم بقى ايه، نحطهم على الميزان ونشوف الارانب دي يا جماعه وزنها قد ايه بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله، ده وزنه 865 جرام، 865 جرام يا شباب تمام اهوت. هنبدا ان احنا نحط له بتاع البوكس ديت، وهنقول لكم بنعمل ايه بقى ده يا جماعه بعد الفطام وكميه العلف اللي احنا بنعلفها لهم قد ايه. نشوف ده وزنه قد ايه، ده وزنه 750 جرام، 750 جرام يا شباب، يعتبر معقول كويس. هنحطه هنا كده تمام، ده وزنه قليل شويه يا شباب، ده 650 جرام، 660 جرام. دي الارنبه يا جماعه، لو انتوا فاكرين الارنبه اللي كانت والده، ده يتسموا معاهم شويه. دي الارنبه يا جماعه اللي كانت والده 12، فاكرين الارنبه كانت والده 12 تمام يا شباب. هنبدا بقى نشوف اخواته، تعالى كده يا مدمين. خلاص اهوت اخواته اهيت بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي ده كيلو، ده يا جماعة ما شاء الله كيلو ماشي اهو. بسم الله ما شاء الله، هنحطه هنا كده تمام. هنجيب اخوه تاني، ده 840 جرام، 840 جرام ما شاء الله. نحطه هنا يا شباب ماشي. بس يلا اخد تاني الصلاة على النبي، ادا 880 جرام، باين معاك كده على الميزان ما شاء الله، 880 جرام يا شباب الصلاة على النبي اهوت. هنبدا نشوف الارنب ده، ده 840 جرام، 835 جرام اهو، بيلعب 845 ما شاء الله. نحطه هنا كده ماشي يا شباب. نبدا بقى نشوف مين ده لسه هنا، لسه هنا واحد ما شاء الله كتير شويه اهوت. حطنا كده على الميزان، ده 970 جرام، 965، 970 جرام ما شاء الله. حطنا كده يا شباب، يبقى كده لسه معاها ايه؟ معاها ارنب واحد يا شباب. لسه معاها كام؟ ارنب واحد اهو. ارنب اللي سيبناه معاها يا جماعه اهوت، سايبين معاها ارنب واحد، ده كام؟ وزنه 650 جرام، وزنه 650 جرام يا جماعه، والباقي زي ما انتم شفتوا كده بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. هنا يا جماعه تعالى كده يا مدربين، حطينا علافه اضافيه يا شباب، شايفين العلافه دي يا جماعه؟ هنبدا نشيل العلافه دي ننقلها لاي ام ثانيه، دي ما عندهاش لازمه العلافه دي يا جماعه، دي بنحطها عشان ده بتعمل على تزويد الخلف. ليه بقى؟ الارانب بتاكل من العلافه دي جنب الرضاعه. ايه يا شباب، نبدا نشيل العلافه دي زي ما شفتوا كده يا جماعه اهيت تمام. العلافه دي علافه اضافيه مكونه من ثلاث عيون ماشي يا شباب. هنشوف اي ام تانيه معاها خلفه بترضع وبتاكل، وهنبدا نحط لها العلافه دي يا جماعه، نركبها لهم عشان خاطر الارانب بتحتاج العلافه ديت في مرحله التحويل من عمر 17 18 يوم ماشي. يبدا الارنب ياكل جنب امه، يبدا يزيد معانا في الوزن، يزيد معانا فين في الوزن. طبعا دول ما شاء الله ادي 3 6 حتات اهمت، ادي 3 6 7 حتات، دول 7 و6 معاها واحد يا جماعه، بقى 8 ايه؟ 8 ارانب، 6 معاها ارانب بقى 8 ايه؟ 8 ارانب. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه ونسكنهم ازاي. بسم الله ما شاء الله، ده معانا هنا عيله اهيت، خليني ثواني كده. معانا عيله يا جماعه، خليني ماشي. العين ديت خلينا من الارانب اللي فيه عشان نسكن ايه؟ الارانب مكانها، ما ينفعش نسكن الارانب يا جماعه كده على طول من غير ما نطهر العين.
لازم عندي يا جماعه تتطهر. تمام يا شباب، معانا البخاخه في قلبها ديزانون 60% وفي قلبها يود، يعني حطينا 2 سم ديزانون على الردان الميه وحطينا 10 سم يود في الميه عشان الميه عامله ايه واخده شكل البني كده يا شباب. هنبدا نطهر ايه؟ نطهر العين بتاعه الارانب كده يا جماعه، والمشمع تحتهم وكده اهوت، ونطهر كده اهو، ونطهر برضه ايه الغطا، ونطهر البسبوز والجسم بتاع الايه العين كده شبه ايه كده. نبدا ان احنا نطهرها كده. تمام يا شباب، بعد ما نطهرها يبقى كده ايه نقدر نحط الارانب واحنا مطمنين اهو، وهنرش كمان العين اللي جنبها كمان بالارانب. اتفقوا يا جماعه؟ رشينا العين اللي جنبها فين؟ بالارانب يا شباب، الرجلين، الصوابع، ماشي، اي مشاكل عشان لو في جرب اي حاجه نقدر احنا ايه نسيطر عليه. هنا نفس الطريقه برضه يا شباب اهو، بنرش اهو اهو، نرش ديزانون بيول. اليود بيعمل ايه يا جماعه؟ اليود بيحمي الارنب ماشي من اي سموم في قلب ايه؟ في قلب الديزانون اهو. ونرش كده يا شباب اهو، بالصلاه على النبي اهو، ونرش رجلين، ونرش ايه؟ السلك. تمام؟ يبقى كده ايه رشينا العين اهيت، ورشينا العين دي كمان ماشي يا شباب كده، خلاص خلصنا. بس يا حسن خلاص يا حبيبي كده رشينا يا جماعه ايه؟ رشينا العين. هنبدا ان احنا بقى نسكن الارانب. هنحط كده بس يا حبيبي، حط كده يا جماعه اهوت ماشي. انا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة، قد كده يا جماعة سبع أرانب. لو أنتوا افتكرتوا الأرنبة اللي كانت أنا مصورها وقال لكم ده جايبها 12، وال 12 كلهم غير إيه؟ جايين سمر، رغم إن هي أبويا ده جايبين الأرانب كلها. هما دول يا جماعة الأرانب طالعين سلفرات، طالعين كنتوا منقحها من ذكر السلفر، طالعين يا جماعة أرانب سلفرات. شوف الأرنب واحد هو الأسود دوت أو اتنين، والباقي أرانب إيه؟ سلفرة. شوف يا جماعة إيه؟ سلفرة يا شباب أو سلفرة، بنعمل زي سلفر. تمام؟ اه يا شباب سلفر اهو، سلفر يا شباب. فالارانب طالعين سلفر شكل الذكر السلفر اللي عندي. فطبعا كده احنا بنشتغل العيال دي يا جماعه، زي ما شفتوا كده طهرنا العين، سكننا الارانب. كميات العلق هتبقى 50 جرام، من 40 ل 50 جرام في اليوم كامل، يعني 25 جرام الصبح، 25 جرام بالليل لمده اسبوع او 8 ايام. نبدا نزود النسبه 70 جرام 80 جرام 90 جرام لحد ما نوصل ل 100 جرام. واهم حاجه يا جماعه بننزل في الميه مضاد السموم، وهننزل دلوقتي مضاد السموم قدامكم في الميه يا شباب. ننزل في الميه مضاد السموم في الميه، وبنشتغل مع العيال تدريجيا في العلف عشان ما يحصلش اي مشاكل انتباه. المرحله اللي جايه بقى مرحلتك انت كمربي. ليه؟ كانت الاول الارنب مع امه اللبن اللي بينزل من الام ده فيها مضاد حيوي وطبيعي، كل حاجه وفيتامينات وكل حاجه في اللبن ده كان حامي جسم الارنب وحامي معده الارنب من اي مشاكل في العلف. اصبح دلوقتي انت الارنب ده هياكل علف بس، يبقى انت المسؤول عنه، انت بقى امه وابوه، انت المسؤول عن رعايته، مسؤول انت تحميه ان انت ما تضرهوش، مسؤول انت ايه؟ تحميه ما تضرهوش. هنحط مضاد السموم في الميه قدام منكم يا شباب، ومضاد السموم امن على كل الارانب، سواء كان عشار او ان كان والد او ان كان كبير او ان كان صغير، مفيش فيه اي مشاكل ولا اي ضرر بالنسبه للارانب. زي ما انتوا شايفين هنا امهات ايه عشار وامهات والده، يعني دي امهات دي ام والده اهيت. تعالى كده يا مدربين، دي امه معاها وعيالها اهيت ما شاء الله يا شباب، وادي هناك اهيت، وادي برضه نفس الطريقه الام اهي، دي عشار يلا اطلع بره لسه فاطم عياله ماشي. دي ام يا جماعه عشاره منهم 15 اهيت. تمام، يعني ما شاء الله عشار عشار حاجه و20 يوم. تمام يا شباب، وهنا الارانب فطام. تمام، ودي برضه ام عشار ماشي. فطبعا الحمد لله ماشيين كويس جدا. هنبقى نروح نجيب المضاد السموم نحطه في الماء قدام منكم. ادي يا جماعه مضاد السموم اهوت، مضاد السموم اهوت ماشي. هنحطه قدام منكم زي كده، وهنحط في قلب الميه مضاد السموم علشان الناس اللي بتقول مرسوم امن على العشار ولا لا يا ابو نرمي اهو. تمام،
اهو يا شباب ادي سرنج 10 سنتي على ال 10 سنتي ميه دول، 10 ال 10 لتر ميه اهو يا شباب اهو مفيش اي مشكله خالص. مضاد الصموم هنحط برضه كل الارانب مضاد صموم عشان رشين ده يزنهم اهو اهو. تعالى هنا فيها مدمين اهو يا جماعه لكل الارانب، فمضاد السموم مفيش فيه اي ضرر للامهات العشار ولا الوالد اهو اهو مضاد سموم في قلب الجرد اهو. تمام يا جماعه انا حابب بس اني اوصل لكم المعلومه ديت. وطبعا برضه من ضمن الكلام هنروح معانا ايفوماج، الايفوماج المصري اهو ده برامكتين او ايفن او اي ايفوماج مصري. هنروح على الارانب اللي احنا فاطمينها من قيمه 5 6 ايام وهنحقنها قدام منكم كل ارنب 2 مللي يعني ربع كده سنتي ايفوماج نحقنه قدام منكم، لان مهم جدا عشان خاطر الارنب ما يجيلوش جرب وافضل الارنب صحته كويسه ويحافظ على الارنب من الديدان اللي بتاكل في المعده بتاعته وتغذى على الاكل الارنب اللي احنا عاملينها مع بعض. ندي الارنب ايفوماج راجل منبل تعال معانا هنا يا جماعه. دي مجموعه ارانب ماشي احنا فاطمينها بقالها 5 ايام. دول يا جماعه مفطومين بقالهم كام؟ بقالهم 5 ايام. تمام يا شباب بالصلاه على النبي زي الفل لامك ماشي. ده مفطوم بقالهم 5 ايام هنحقنهم ايفوماج اهو. هنحقن يا جماعه ايفوماج اهوت معانا الايفوماج اهو. احنا حقنا الباقي لسه ما اتحقنوش، يعني كل ارنب ربع سنتي اهو يا جماعه. يبقى ربع سنتي ايفوماج اهو يعني شرطتين اهو. لو انت حاسس انهم شرطتين باين معاك في الكاميرا بينهم مهمين اهو شرطتين اهو ايوه ماشي. لكل ارنب هنبدا بالارنب ايه؟ البابي اهو. بتمسك تثبت الارنب كده يا جماعه وتيجي في جلد الرقبه ماشي. انا عايز الكهرباء الجري كده عشان نوضح للناس. تعالى كده اهي في جلد الرقبه تقوم في جلد الرجل اهو تمام اهوت وتقوم جاي ناكل اهوت وعاطي الربع سنت اهو. نجيب التاني ربع سنت ايفوماج. طبعا هنا هنواجه مشكله في الارانب اللي هي السمراء عشان شبه بعضها. تمام يا جماعه ده ارنب اسكندريه ترفع كده اهو وتقوم جرع كده اهو 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 يا جماعه. نجيب اللي هو الارنب اللي شبهه على طول عشان خاطر ما يهتمش باخوه. يبقى احنا عرفنا احنا حققنا ايه وما حققناش ايه. اهم حاجه يا جماعه فرق الهواء اللي موجود فين. لو نزل هواء معاك في السرنجه كده تحاول انك تفرغه. تمام يا شباب اهو ترفع كده يا جماعه الجلد كده اهوت. اهم حاجه هدي الارنب عشان ما تعصبش منك. ترفع الجلد وتقوم جاي نوم دوت بس يا حبيبي. ايه ده يا اهو تقوم حاطط له ايه كده. هنبدا نخش على الارانب السمر ماشي. كل ارنب بس ربع سنتي ده حمايه للارنب من الجرب من الطفيلات من الديدان اي مشاكل تواجه الارنب يقدر ان هو ايه يقاوم. فليه بقى بنحقن الارنب بعد 5 ايام او 6 ايام او اسبوع؟ عشان يكون الارنب كال وتعود على المكان الجديد اللي هو فيه ما يمنعش اكل اهو. ده بقى نحطه هنا كده عشان ايه؟ شبه الارنب السمراء اللي تحت عشان نبقى احنا عارفين ماشيين صح. ده ايجار عزالي شويه نخفيه بس كده اهو. ماشي يا شباب بقى كده عارفين ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ ده مهم جدا للارانب بعد الفطار اهو اللي اتحقق دي على جنب هنا كده. جاي معاك كده يا مدمن اهو. نجيب
الاثنين السمر الباقيين اهو يا شباب. اهم حاجه تهدي الارنب، مش الارنب يتعصب منك علشان ايه ما السن ما يخشش غلط، ما يخشش ايه غلط في جسم الارنب. اهو هو ربع سنتي بيخلص، بيجيب من الاخر يعني. ربع سنتي كمان في السن ده يا جماعه مصري بيجيب من الاخر يعني، بيحمي الارنب من حاجات كتير. اهو كده خلصنا ايه الارنب السمراء والارنب اللي هي البابيون. تمام يا جماعه، شوفوا يا جماعه الارنب انا بتحقنت عملت ازاي، هدت الارنب انا بتحقنت هدت ازاي يا جماعه، يعني خلاص الارنب كانت الهيوماج عامل ايه، عمل شير وبدا يشتغل معاهم. ماشي يا جماعه، فطبعا ده مهم جدا الحقن دوت. تمام، تفضل محافظ على ايه، تفضل محافظ على رجلين الارانب من الجرى، تلاقي الارنب رجله نظيفه. فيا جماعه الارنب رجله نظيفه، تفحص اهم شيء البرد، تفحص اللي فتحه التناسليه تشوف فيهم في مثلا اسهال، في مشاكل مثلا عند الارنب تبدا انت تاخد بالك منها. طبعا انا كنت ارنب بياكل ولا ما باكلش، الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، يعني لما تفحص تاخد بالك منها كويس جدا. ليه؟ علشان خاطر تبقى انت عارف انت شغال ازاي، ما تربيش ارنب وتقفل عنه وخلاص. فانت لازم تاخد بالك يا جماعه من ايه؟ من حاجات زي كده، تفحص الارنب بتاعتك. يعني طبعا ديت كانت حلقه النهارده فطام الارانب، الطريقه الصحيحه للفطام، امتى افطم الارنب. يا جماعه فطام الارنب على عمر 35 يوم يزيد في اكتر، 35 يوم في اكتر، ما تفطمش اقل من كده. تمام يا جماعه؟ خامس يوم الاول بنمشي مع الارنب تدريجي في العلف، 50 جرام في اليوم كامل على وجبتين. بعد كده بعد خمس ايام او سبع ايام بنزود الوجبه ل 70 جرام 80 جرام 90 جرام لحد ما نثبت على 100 جرام. تفتح للارنب علف لحد 120 جرام على الـ على الـ على البيع للحم. بنحقن الارنب ايفوماج، ايفوماج برامكتين او ايفين او نصر المكتين او اي ايفوماج مصري، ربع سنتي او 2 مللي يعني شرطتين او شرطتين ونص من السرنجه. خامس يوم الفطام او بعد اسبوع من الفطام عشان نحمي الارنب من الطفيلات، من الجرب، من اي مشاكل بتواجه الارنب. طبعا دي كانت حلقه النهارده، اشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.